أبناء وبنات طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي لغات، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ ريفيجن على الستاتيكس. أول ليسون عندنا الفريكشن. طيب، أول سؤال عندي بيقول لي إيه؟ بيقول لي لو أنا بيقول لي the coefficient of friction between two bodies is determined due to of touching bodies. طب هل هو بيعتمد على الفورم ولا الويت ولا الفوليوم ولا النيتشر؟ احنا عارفين ان هو بيعتمد على الايه، على النيتشر، على طبيعة الجسم نفسه. طيب يبقى ما يجي يقول لي the coefficient of friction between two bodies determined due to of touching bodies، على النيتشر بتاعه. طيب السؤال التاني، will the coefficient of friction is، الكوفيشنت اوف فريكشن اللي هو مين يا ولاد؟ الكوفيشنت اوف فريكشن اللي هو الميو اس، الميو اس اللي هو مين؟ اللي هو اف اس ليميتنج ستاتيك فورس، في ناس بتسميها ان ليميتنج فريكشن فورس ديفايدد ان. ده زي ما كتاب المعاصر بيكتب او ده زي ما كتاب المدرسه بيكتب، مفيش مشكله. الموضوع الميو اس عبارة عن ريشيو بين الليميتنج فريكشن فورس و ومين تاني؟ ها؟ ومين تاني؟ والنورمال رياكشن. يبقى ما يجي يقول لي the coefficient is a force هقول له لا غلط. طب the resultant لا هو ريشيو، يبقى يا سيدي. طب ريشيو between مين؟ the magnitude of the limiting fraction and the magnitude of the normal fraction، يبقى هي سيدي. ليه؟ لأن التاني بيقول لي the ratio between the magnitude of the resultant reaction and the limiting friction، والكلام ده طبعا مش مظبوط. يبقى احنا بنقول تاني الratio between، ليه؟ لان احنا عارفين احنا لو حطينا body على rough plane، طب النورمال reaction بتاعي بيبقى perpendicular. النورمال في ناس بتسميها r، في ناس بتسميها n، مفيش مشكلة، وده الويت بتاعي. طيب بعد كده انا لو عملت بوشنج باي فورس بي او اف، طيب يبقى الاف اس الناحيه دي. طيب الاف اس احنا قلنا ان في حاجه اسمها الريزلتنت رياكشن. ايه الريزلتنت رياكشن دي؟ بتبقى بتوين ار واف اس والليميتنج فورس اللي هي دي ار اس ار داش. طب ار داش بتوين ار وار داش في انجل اسمها لامدا. لامدا دي عباره عن ايه؟ لامدا دي اللي هي الانجل اوف فريكشن. طب انجل اوف فريكشن دي التان ثيتا بتاعها، التان بتاعها تان لامدا، تان لامدا بتساوي ايه؟ بتساوي ده اوفر ده. طب ده اللي هو مين؟ اللي هو الاف اس. طيب وده اللي هو مين؟ اللي هو الار. عشان كده التان لامدا دي اللي هي الميو اس، فيبقى وبالتالي الميو اس اللي هو مين؟ الميو اس اللي هو الكوفيشنت اوف فريكشن ستاتيك. طيب يبقى هي ريشيو بتوين الليميتنج فريكشن فورس، ها، ومين؟ والماجنيتيود اوف ذا نورمال رياكشن، عشان كده احنا بنختار سي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ذا انجل اوف فريكشن، احنا لسه قايلينها، از the included angle between مين ومين؟ احنا لسه قايلين والله انا لو عندي rough plane يبقى انا عندي normal reaction r، طيب وفي عندي fs وعندي في pushing force وعندي في هنا weight، طيب وفي عندي ايه تاني؟ اه والله في resultant force، resultant reaction، اسف، r dash between the resultant reaction وال normal reaction بيكون ال angle of friction. يبقى angle of friction included between mean resultant reaction and limiting static force. resultant reaction with limiting static force طبعا غلط. طب resultant reaction and perpendicular reaction، اه هي دي اللي صح، اللي هي between ده وده. resultant reaction and weight طبعا غلط. perpendicular reaction and force kinetic انا ما عنديش اصلا moving عشان اختار. طب the ratio of the magnitude of the limiting static friction، يبقى ال FS دي، طب to the normal reaction،
طيب النورمال رياكشن الريشيو دي اسمها ايه؟ احنا لسه قايلين ان الكوفيشنت اوف ستاتيك فريكشن. طيب رقم 3 if lambda is the measure of the angle between the limiting friction the limiting friction force طبعا and the resultant reaction then the coefficient of friction equal a. طب والله انت ارسم الكلام ده، انت لو عندك هنا body على rough plane، طب وبعدين ايه اللي هيكون عندي الفورسز اللي عندي في normal reaction؟ عندي هنا r، طب وهنا الويت بتاعي، طيب وهنا في pushing force مثلا، وفي هنا fs اللي هي limiting force. طب وبقول لي lambda the measure angle between مين ومين؟ limiting friction and the resultant reaction. هي فين resultant reaction؟ احنا قلنا resultant reaction اللي between دول. طب اللامدا دول، اللامدا دي فين؟ الار داش، اللامدا دي هنا. طيب هو بيسأل عن the coefficient of friction equals. طيب يا سيدي انا عارف من المعلومة اللي فاتت ان ال angle of friction اللي هي دي، هي دي كانت لامدا في المكان ده، بس دي الانجل اوف فريكشن اللي هي مين؟ هنا في الحاله دي هتبقى 90 ماينس لامدا. طب انت عايز الكوفيشنت اوف فريكشن، طب ما انا عارف الكوفيشنت اوف فريكشن ميو اس ايكوال تان مين؟ 90 ماينس لامدا. طب وتان 90 ماينس لامدا ايكوال ايه بقى؟ التان 90 ماينس لامدا اللي هي كوتان لامدا. طب كوتان لامدا موجوده هنا؟ اهي موجوده هنا. يبقى انا عندي هنا تاني المفاهيم مهمة بالنسبة لي، وبقول لي the coefficient of friction equal ال coefficient احنا قلنا الميو اس. طب ميو اس تان لامدا، اللامدا دي between ال resultant النورمال reaction وال resultant reaction اللي بينهم الانجل. طب هو بقول لي هنا ايه؟ لامدا مش هي الانجل between مين ومين؟ ال limiting وال resultant، يعني هي دي هنا في الوصف ده، لكن انا عايز التانية دي، فهتبقى تان 90 يبقى هي كوتان لامدا. كوتان لامدا اللي هي مين؟ اللي هي الاجابة بتاعته. طيب السؤال اللي بعد كده بص كده بيقول لي ايه؟ The resultant reaction is the resultant of resultant reaction دي هي بتبقى resultant لمين ومين؟ احنا لسه رسمينها كذا مرة يا شباب. لو ده بادي برضو وده rough plane، ادي الرياكشن بتاع النورمال رياكشن، وادي الاف اس ليميتنج فريكشن فورس. قلنا الار داش، ها الار داش اللي هي ريزلتنت فريكشن اللي مين ومين؟ للنورمال رياكشن والليميتنج فريكشن فورس. يبقى ذا ويت اوف ذا بادي اند ذا نورمال رياكشن طبعا غلط، عشان ده وده ده بيكون ان ايكوليبريم ار ايكوال. ذا ويت اوف ذا بادي اند ليميتنج برضه غلط. طب ذا نورمال رياكشن اند ليميتنج، الكلام ده مظبوط، يبقى هي سي. كاينيتك طبعا مفيش، لان انا شغال في الستاتيك مفيش مشكلة. طب if the angle of friction is lambda، يبقى انا عندي الميو اس equal lambda tan lambda. طيب والار النورمال رياكشن، خلاص انا هعمل النورمال رياكشن هنا، ادي رف بلين اهو وادي نورمال رياكشن اهو، والويت بتاعي وفي بوشنج فورس وفي مثلا اف اس. طيب then the resultant r dash، الار داش احنا اتفقنا ان هي ايه؟ ان هي ار داش ان هي عباره عن السكوير روت بتاع اف ار سكوير بلس اف اس سكوير. طب ما انا عارف ان اف اس سكوير هي مين؟ ها افتكروا معايا كده، ار سكوير اف اس سكوير اللي هي ميو اس ار سكوير. انا عارف ان الليميتنج فريكشن فورس اللي هي ميو اس ار، ميو اس ار الاف اس. طيب يبقى انا هي ميو اس ار. طب انا خدت الار كومان هنا، خلاص دي انا هستبعدها دلوقتي وهكمل هنا، هاخد الار سكوير كومان، هيتبقى لي 1 بلس ميو اس سكوير، سوري مفيش هنا سكوير، هي هنا، يبقى روت دي هتبقى ار بره في سكوير روت 1 بلس ميو اس سكوير. طب هل دي موجوده؟ لا مش موجوده. طب الميو اس اللي هي مين؟ اللي هي تان. طب يبقى r square root 1 plus 10 square lambda. طب 1 plus 10 square lambda موجودة؟ برضو لا. طب 1 plus 10 square انا عارفها ان هي بايه؟ 1 plus 10 square lambda اللي هي secant square lambda. طب وبالتالي
ان انا ممكن اشيل دي واحط مكانها هنا الناحية التانية دي كده r square root secant square lambda. طب ما هو root secant هتبقى r ايه؟ secant lambda اللي هي مين؟ اللي هي دي. طبعا الكلام ده كله ايه؟ some information about friction. انت بتتعود انك انت تفهم الكلام ده. هو بيقول لي if mu s and mu k are static and kinetic coefficient friction respectively of two bodies touches each other then. يا ترى احنا عارفين ايه؟ احنا ايه المعلومة اللي عندنا الميو اس والميو كي؟ احنا قلنا الميو كي دايما اصغر من الميو اس. ليه؟ لان الليميتنج فريكشن فورس بيصل للنهاية لاقصى قيمة ممكنة وقت الليميتنج فريكشن فورس، وبالتالي الميو اس ايكوال لا. طيب الميو اس اصغر برضو لا، الميو اس اكبر there is no لا في ريليشن بين الاثنين، دايما الميو اس اكبر من ميو كي. طيب يا سيدي السؤال اللي بعد كده اما يجي يقول لي if a body of weight w is placed on a rough inclined plane to the horizontal at an angle of measure theta. خلاص ارسم انت الانكلايند بلين، ادي الميجر بتاعك ثيتا، حط البادي عندك كده. طبعا ده انكلايند خلاص، يبقى انا عندك هنا ايه على طول؟ يبقى الرياكشن هنا النورمال رياكشن. طب وهنا احنا قلنا لو في ويت هنا يبقى بنعمل على طول التو اكسس معايا مع الجريتست سلوب والبربنديكولار تو ذا بلين، دول التو اكسس دايما ارسمهم كده. طب اكتب هنا ايه؟ طبعا هنا w ساين ثيتا وهنا w كوساين ثيتا. طب احنا نرجع للبروبلم تاني، بيقول لي if a body of weight w، ادي الويت اهو w وادي الثيتا اهي، يبقى w كوساين w ساين. طب on is placed on a rough inclined plane to the horizontal at an angle of measure theta a force of magnitude w acted on the body in the line of the greatest slope upward to make the body about to move. الله، about to move up ولا down؟ يبقى أنا في فورس عندي هنا اسمها W. طيب then mu s plus 10 theta بكام؟ الميو اس أنا عايز الميو اس plus 10 theta. الله، هو البادي about to move up ولا down؟ الله، هيبقى about to move up لأن الفورس up pushing up، يبقى معنى كده الميو اس r هتبقى down. طيب يبقى ال W دي هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن ال W بتاعتي كده، هتبقى equal W sin theta plus mu SR. طب هو عايز ايه؟ هو عايز ال mu S plus 10 theta. طب ما انا عندي ال R دي عبارة عن W cosine، يبقى انا هشيل mu S واحط معاها W cosine R W cosine theta، وهنا W sine theta، وهنا W، وبالتالي W دي اختصلها مع دي مع دي يطلع هنا كام؟ 1. طب اكتب الكلام ده، يبقى 1 plus mean equal 1 equal آسف 1 equal sine theta ها plus mu s cosine theta. طب ما انا ممكن اعمل divide cosine theta هنا وcosine theta هنا وcosine theta هنا. طب ما انا على cosine اللي هي ايه؟ اللي هي سيكنت. طب ودي اللي هي تان. طب ودي ميو اس. طب انت عايز ميو اس بلس تان، يبقى هتطلع لك مين؟ هتطلع لك سيكنت اللي هي اول واحدة. طيب بالنسبة للسؤال اللي بعده، واللي if the coefficient of static friction، ايه الستاتيك فريكشن ده؟ اللي هو الميو اس between a body and a plane is 2 sin 30. يبقى الميو اس عندي ب 2 sin 30. طب 2 sin 30 يعني 2 times half اللي هو بكام؟ ب 1. then the measure of the angle of friction. الله، طب ما انا عارف ان ميو اس عبارة عن ايه؟ عبارة عن tan lambda. طب و tan lambda هنا في الحالة دي هتساوي ايه؟ tan lambda هنا tan lambda هتساوي 1. طب ما انا عشان اجيب lambda بقى، يبقى هعمل inverse tan ل 1. طب inverse tan 1 بكام يا شباب؟ ب 45 degrees. يبقى انا هختار مين؟ هختار 45 degrees.